بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة الوزن حاجة بتأرق المصريين اليومين دول بشكل غير عادي. ليه؟ لأن عندنا في إفراط في تناول الأطعمة. عندنا حاجة تانية، عندنا عادات سيئة في الأكل. يعني بمعنى أصح إن إحنا ممكن بناكل بالليل في وقت متأخر وننام. المفروض إن إحنا ننام بننظم الوقت بتاعنا بالنسبة للأكل. أول حاجة إن أنا بعمل من 3 لـ5 وجبات في اليوم، ده رقم واحد. لو حد عنده مشاكل في المعدة بياكل كمية خفيفة قليلة على أكثر من 3 مرات في اليوم. المهم إن إحنا بنبدأ في الإفطار بدري باكر جدا، مهم جدا الواحد إفطار بدري، ومهم جدا جدا تناول آخر وجبة ليا يعني الساعة 8 مساء. إحنا مشكلتنا، مشكلة المصريين، إن إحنا بنتناول الأكل كله في أوقات مختلفة، بننام متأخرين، نصحى متأخرين، يبقى أول وجبة ليا تكون بعد الظهر أو تكون في مساء في الظهر، وبعدين نفضل صاحيين ونتناول آخر وجبة الساعة 12 الساعة 1 بالليل. ده كلام مش كويس أبدا، وده أحد أهم أسباب زيادة الوزن. بجانب العادات في عندنا حاجات وراثية طبعا، في اللي عنده في الأسرة حد وزنه زيادة يبقى عنده استعداد. الانسان لو مشي طبيعي مش هيحصل عنده زياده في الوزن. طبيعي يعني ايه؟ يعني ان انا بشرب ميه كتير، بتناول وجبات خفيفه، اكثر من تناول الكربوهيدرات اللي هي العيش والرز والمكرونه الحاجات ديت. يعني الناس كلها يقول لك لا ده احنا نقلل من الكلام ده، لا ده انا باخد 50% من الطاقه اللي انا عاوزها في اليوم بتاعي كله من الكربوهيدرات، لان دي الحاجه اللي سهله الاحتراق. بعد كده بتناول الدهون بكميه 35% من قيمه الكالوريز الطاقه اللي انا عاوزها في اليوم، وبعدين 15% بروتين. الارقام دي كلها اترجمها بحاجه بسيطه جدا، ان انا بتناول في اليوم على كل اليوم كله رغيف عيش واحد فقط، وتناول لكل كيلو جرام وزن ليا جرام بروتين. الجرام بروتين للوزن الطبيعي بتاعي، يعني انا بحسب وزني الطبيعي. مثلا طولي 180 يبقى وزني المفروض يكون 80 كيلو او 75 كيلو، يبقى تناول البروتين في اليوم ده من 75 ل 80 جرام بروتين فقط، وليس على وزني اللي انا الوزن اللي انا عليه. يعني احيانا بعض الناس بيكون وزنه مثلا زياده خالص، مثلا 120 كيلو يتناول 120 جرام بروتين، وده مش صح. الصح ان انا بتناول للوزن المثالي بتاعي. ده بالنسبه للبروتين. بالنسبه للدهون، ان انا باخد 35% تقريبا بيبقى اقل من البروتين ب 20 جرام. يعني مثلا لو انا خدت 80 جرام بروتين اخد 20 جرام دهون، اخد 60 جرام دهون، وده حاجه، ده الوصفه السحريه بالنسبه للتخسيس.